منطقة سيدي مومن، وبعد معاناة طويلة بسبب غياب بنية تحتية رياضية تعززت بمجموعة من ملاعب القرب، ساهمت بشكل كبير في خلق مدارس كروية كان لها الفضل في تلقين وتكوين مجموعة من الناشئين المبادئ الأولية لكرة القدم. المسؤولون في قطاع الرياضة بالمنطقة وبعد نجاح هذه التجربة يطمحون إلى إنشاء المزيد من الملاعب لتعميم الاستفادة ومنح فرصة أكثر لأجيال المستقبل. قدرنا أنه خلال هذه السنتين أننا يعني ننشئوا 8 ملاعب ديال القرب لهذه الشكلة، بالإضافة للملعب البلدي اللي تم الإصلاح ديالو بشراكة مع الجامعة الملكية لكرة القدم. فكيف ما قلت لك فعلا حتى شي واحد ما غادي ينكر بأنه يعني كاين واحد النهضة ريادية على مستوى سيدي مومن فيما يخص البنية التحتية. وتماشيا مع الاستراتيجية التي تنهجها جامعة الكرة في خلق متنفس رياضي للساكنة وبشراكة مع السلطات المحلية، تم تشييد 11 ملعبا بالمنطقة، وثمانية منها تم إنجازها وثلاثة في طور البناء تستجيب للمعايير المتفق عليها. احنا كنواكبوا معهم، كنحاولوا نساعدهم قدر الإمكان، وفرنا لهم هذه الملاعب ديال القرب، كنعاونوهم شوية بسميتو بهاد التونيات بهاد لي بلون المعدات الرياضية وما إلى ذلك. فبطبيعة الحال الهدف من هذا الشيء كامل وهما هاد الوليدات هادو بغينا نشوفوهم ان شاء الله من هنا لواحد 5 سنين نشوفوهم في مختلف الفرق والانديه المغربيه. تعلمت بزاف د الحوايج، انا ما شحال هذاك كنت حابه جو ادخل الكره، الساعه من كتدخل كتعرف بزاف د الحوايج ما كنتش عارفهم، ودابا تعلمتهم الحمد لله من خلال هذه الجمعيات. تكون عندنا تدارب يوميا من 5 العشيه حتى 9 الليل لهذه الفئات الصغرى يوميا. نهار او نهار، حيت كيكونوا عندنا جوج الجمعيات الرياضيه في هذا الملعب، النهار ديالنا كتكون فيه تدارب من 5 حتى 9 الليل لهذه الفئات الصغرى على حسب الدراسه. راه كتعرف الدراري كيخرجوا من المدرسه مع 5، تكون عندنا التدارب ديال 5 كتحاول تعطروهم وكتحاول التاطير ديالهم كيفاش كنكونوا الوليدات، حيت كنلعبوا عندنا الفئات الصغرى في البطوله ديال العصبه الدار البيضاء. منطقة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء باتت اليوم تتوفر على بنية رياضية تستجيب لمتطلبات ساكنة كانت في أمس الحاجة لمثل هذه الفضاءات الرياضية.